مساكم الله بالرضا والصحة والسعادة والخير أعزائي المشاهدين على شاشة سما دبي. هذا لقائنا كل ليلة من ليالي الخير والبركة، من رمضان المحبة والسعادة، شهر العطاء والجود والبركات والأنوار. ومضت 10 أيام من رمضان الرحمة، ويايتنا 10 أيام من المغفرة، وعقبها إن شاء الله بإذن الله 10 أيام من العتق من النيران. تترى هذه الليالي، تمضي هذه الأيام، ويا حظ من اغتنمها بالخير والحب والسعادة، بالنجاح، بالكلمة الطيبة والمعنى الطيب والجميل. حياكم الله في المناديس وببرنامجكم المندوس، يا مرحبا وسهلا. أحيي كل زملائي، أحيي فريقنا العامل المبدع. وايد يفرق يوم الإنسان يشتغل عشان يحصل معاش ويسيب بيتهم، وبين الإنسان المؤمن برسالته وقضيته ودوره ويحب عمله ويأتي إلى عمله كأنه ساير إلى ميلس ربعه أو إلى موعد يحبه أو إلى هواية يعشقها. هذا يصنع الفرق، يصنع الفرق في بلده، يصنع الفرق في حياته، ويصنع الفرق في مؤسسته أو شركته أو الدائرة أو الوزارة اللي يعمل بها. هؤلاء اللي يعملون بحب في كل الميادين. أنا واثق بأن في كل الجهات وكل الأماكن ناس ينظرون إلى آخر الشهر وأول الشهر، نزل المعاش وما نزل المعاش، وهذيلا يعني الله يوفقهم يا رب، لكن هذيلا مبهم صناع الفرح والنجاح والتفوق والتميز. صناع النجاح والتفوق والتميز ناس ما تطالع كم تاريخ اليوم، ما تطالع كم الساعة اليوم، ما تطالع متى داومت ومتى برد البيت اليوم، لا، يطالع شو قدمت اليوم وشو أبدعت اليوم وكم واحد ساعدت اليوم وكم إنسان أنقذت اليوم وكم شخص فرحت اليوم. لهؤلاء نحييهم في الشهر الفضيل ويعطيكم الصحة والعافية. وايد سهل تستوي إعلامي، تطلع مذيع وتحط تحط على وجهك ولا على ثيابك ولا على شكلك الإضاءة والمؤثرات عشان تبين بفوتوشوب وصورة جميلة، سهل. لكن بتوصل في كلامك، بتأثر في معناك، بتكون حقيقي وطبيعي وتلقائي. هذا التحدي اللي يواجهه الكثير من الإعلاميين، ليس فقط في الإمارات، على مستوى العالم، في هذا الموقف وفي هذه الظروف اللي نمر فيها. هناك أسماء توارت وتلاشت وتراجعت وراحت إلى الزوايا المظلمة، خايفة، خايفة على سلامتها، خايفة تواجه، خايفة لأسباب أخرى. لكن في أبطال في الميادين، وفي أسماء تواجه، وفي ناس يوقفون قدام الكاميرا. واحد من الأدوار البسيطة جدا اللي احنا نقدمها في رمضان من مسابقات وبهجة وفرحة، وأنا عندي إيمان مطلق بأن الضحك والبهجة والسعادة والمزاح والنكت والمسابقات هذه ترفع المناعة. هذه مش عبث على فكرة، هذه دواء حالة حال أي فيتامين ولا أي مضاد على فكرة. واللي يقول غير الكلام هذا إنسان جاهل. لكن بعد عندي إخوان وعندي خوات أتشرف بهم، عندي بنت البلاد هذه زينب، شوفوا محلاها بالله عليك. راونا 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 مراسلينا، صح أن محمد الخطيب يالس، محمد الخطيب يالس أنه مرة أرباب على كرسي ذهبي. أنت على الهوى يا محمد، شو معايا، تسمعني ولا ما تسمعني؟ لكن يعطيه الصحة والعافية، هو من مراسلين اللي في الميدان، محمد الله يوالي الصحة والعافية. لكن زينب العجمي شوفوا وين موجودة، في جميرة بين الدوريات مع أخوانها وخواتها. الله عليك يا زينب، الله عليك، الله عليك، الله عليك. تسمعيني يا أختي زينب ولا ما تسمعيني؟ هي نعم أسمعك يا أخوي عبد الله، ويا مرحبا. تسمعيني زينب ولا ما تسمعيني؟ برنامج المندوس وكل من يتابعنا. الله يواليها الصحة والعافية. تهز راسك تعرفها، يا هذا جزء من طبيعة المهنة، يعني يتريى الكلمة. لكن نحن مدام ليه بسمعين صوتنا تتكلمين يا زينب، أنت بقفازاتك وكما ما وايد فخورين فيك يا زينب. قوات شاء الله، يعطيك الصحة والعافية، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يا تبارك يا أخوي عبد الله، وعلى المتابعين اللي يتابعون برنامج المندوس. اليوم نحن عندنا رسالة، الإعلام هي رسالة سامية، كفو. وهذا واجبنا أن نحن نكون متواجدين في الميدان، ننقل الصورة على الجهود اللي يبذلونها الجنود والمرابطين في خط الدفاع الأول، سواء كانوا من الشرطة، من الأطباء والممرضين، كفو. طبعا أنا كنت متواجدة في تغطية من إحدى مراكز ونقاط التفتيش
تابعة لشرطة دبي في منطقة جميرة بالتحديد، نسلط الضوء على هذه الجهود اللي يبذلونها، يعني هذه نقطة تفتيش ثابتة على مدار الساعة، يقومون يعني يعني يتابعون الحركة، يذكرون الجمهور بالتزام بالقوانين، ارتداء الكمامات، يعني شيء طيب صراحة. وأنا هذه التغطية طلعت منها وقررت أني أنا أتواجد من موقف، وأنا كنت طالعة من إحدى تغطياتي في مركز الأخبار، وقفوني الدورية وقالوا لي وين تصريحك، وكانت يعني أسلوبهم طيب معاي، وقلت لازم إحنا في برنامجنا شكرا يا وطن اللي أنا حاليا كنت أغطيه، أن نشكر هؤلاء الجنود اللي متواجدين. فدائما نقول نحن دورنا اليوم أن نحن ننقلكم الصورة. كفو عليك يا زينب، كفو عليك، وكفو على اللي بالمبروك اللي ربتش انت وامثالك من عيال الامارات، ومتشرفين فيك وقفتش اليوم في هذا الموقف في هذا المكان، تشرف كل اعلاميين مؤسسة دبي الاعلام وقناة سما دبي ومركز الاخبار. نحن الحين عاد كلنا في محمل واحد وفي دور واحد. انا وايد فخور فيك زينب، بس عندي سؤال تسمحي لي، العائله والاهل متقبلين عملك ولا يقولون لك يا بنتي بس تتمي في البيت وتفطري ويانا وتسحري عندنا وادري عنك وترخصي من الدوام؟ يلا خبريني. صراحة لا أخفي عليك، يعني الوالد والوالدة أكيد خايفين علي بني أنا أتواجد في هذه الأماكن، لكن هم فخورين في الحمد لله. أنا ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية ويعرفون أني أنا حابة هذا الشغل وهذه طبيعة عملي. اليوم إذا أنا ما كنت متواجدة بنت البلاد، ما أنقل الأوضاع والظروف في هاي الأزمة، من اللي راح يعني يقوم بهذا؟ فهو أكيد هم يعني خايفين علي، لكن الحمد لله دائما أسمع التشجيع منهم وهم قاعدين يتابعوني أكيد حين، وأنا أكيد حرصا على سلامة أهلي ويعني كل من حولي. انتقلت هذه الفترة يوم عارف أن عندي تغطيات بشكل مستمر، ما أرجع البيت، أنتقل أكون متواجدة في دبي طبعا لسلامة الجميع، وهذا واجب وطني يا أخوي عبد الله. وأنا يعني سعيدة جدا أني أنا أكون متواجدة وأنقل الصورة في وسط هذه الظروف. انزين، نحن ضارين نشوفكم في التلفزيون، يسألونكم عن اللي حولكم، نحن اليوم في المندوس حبينا نكلمكم انتو ونعايد عليكم بالشهر الفضيل ونتمنى لكم الصحة والسعادة، ونحن وايد فخورين بك زينب، وانا يسمحوا لي كل فريق العمل نحييها ونحيي اللي معاه. كفو عليك يا زينب، قولي حق اللي حولك، قولي حق اللي حولك الضباط والافراد ما يبون مندوس ها؟ مشغولين يعطيهم العافية يعني في تقييد الحركة، خاصة أن الحين الساعة 10، يعطيهم العافية. التحية يا أخوي، اتصل حقيقة إلى هؤلاء الجنود اللي موجودين، كفو عليهم على رأس عملهم على مدار الساعة. أنا يمكن تنتهي تغطيتي الحين وأرجع البيت، لكن هؤلاء يتمون إلى السادسة صباحا، وقبلها ساعات يفطرون هني ويتسحرون في عملهم، يعني كلمة الشكر وتصل إلى هؤلاء الجنود. لا تخافين حقيقة عليهم، وبالإضافة إلى يعني نعم إلى المصورين. نعم. أنا ما أنسى يعني جهد المصورين اللي يوقفون على ريلهم وشالين الكاميرا، هذين بعد يستحقون اليوم نحن نكون متواجدين معاكم بالصورة، يمكن تشوفون، لكن هناك أيضا جنود مجهولين، سواء كان من منتج، من مخرج، من معد، في جهود مشتركة. بالتوفيق، يعني وهذا رسالة واجبنا اليوم كإعلاميين. بالتوفيق يا زينب، والله يوفقك إن شاء الله ويرفع قدرك وللأمام. أما شرطة دبي أبدلة تخافين عليهم، هذيل قائدهم محمد بن راشد حفظها الله ورعاه، صاحب السمو الشيخ محمد، وهذيل قائدهم ولي عهده الأمين سمو الشيخ حمدان بن محمد، وهذيل تلمذوا في مدرسة سمو الشيخ سيف بن زايد، وهذيلة فريق عمل معالي ضاحي خلفان ومعالي عبد الله المت، وكل كل الضباط الكبار هذيلة ابويا رجال ما ينخاف عليهم، هم وقت الشدايد مقيولة، وقت الشدايد مالها العيال زايد. كفو عليك وعليهم، مشكورة يا زينة، فمان الله، الله يسلمك. عاد اخويا الثاني بعد اللي ويانا محمد الخطيب، بس عاد شو هذا مثل المعرس يالس، والكرسي الكرسي ذهبي وراك محمد والله ناقصنك بوكي ورد وراك معرس، ما شاء الله بس عبد الله ما شاء الله عليك، ممكن تسوي الحركة هاي؟ هاي لعبتنا لازم الإضاءة ونسوي ديكورات. أشكرك أنا، أشكرك
اشكرك. لا لا يانس لا في الاخراج اعجبك بعد. لا مارس على الكوشه ما شاء الله نمره واحد. محمد حبيب حبيب خبرنا عن ادوارك وعملك وطبيعه يعني الشغل اللي تقوم به في شهر رمضان بالذات. والله يا عبد الله يعني اول شيء مساء الخير لجميع مشاهدين برنامج المندوس وقناه سمع دبي وكل عام وانتم بخير مبروك عليكم شهر فضيل. ولكن اخوي عبد الله يعني نحن علشان ما نكون يعني نبخس الناس حقوقهم فعلا الجميع الافراد شرطه دبي او الدفاع المدني او الاسعاف او الصيادله او الاطباء هم كانوا في خط يعني الدفاع الاول صراحه نقدم لهم الشكر الجزيل. بداية احنا كإعلاميين قمنا بنقل هاي التضحيات، قمنا بنقل بعض الأنشطة ما وفيناهم حقهم، تواجدنا نعم في الميدان ولكن كان الخطر الأكبر يعني في وجه الأطباء في وجه الممرضين في وجه المسعفين. يعني أنا من خلال برنامجك أشكرهم بالفعل، هم قاموا بعمل جبار جدا، مواصلة الليل بالنهار 24 ساعة غطينا كذا يعني أمر من أمور كورونا وكيفية مواجهة هذه الجائحة الكبيرة. يعني لاحظنا حجم العمل الكبير. يعني أنا لما التقيت بالأفراد العاملين من متطوعين ومن أفراد شرطة دبي يعني خاصة في نايف من كم يوم لما أعلنوا أنه في صفر إصابة وتم فتح المنطقة من جديد، لو تشوف دموع الفرح في عيون الناس الموجودين في المنطقة في الميدان تحديدا ميدان كورونا في مواجهة هذا أو هذا الفيروس الخطير. حقيقة تضحياتهم فوق تضحياتنا كإعلاميين بكثير، نحن لا نذكر أمام هذه التضحيات. والله عبد الله مشكور يا محمد، يعطيك الصحة والعافية أنت وكل الفريق العامل المبدع سواء من مراسلين أو إعلاميين، مقدرين جهودكم ونحييكم على عطائكم، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا يا بطل والأمام دائما وكل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر الجميل. ونحن مكملين مع المشاهدين الكرام، ما يمدي ناخذ اتصال لكن اليوم نبغى نظهر السيارة. اليوم السيارة هذه المقدمة من المحامي القدير عيسى بن حيدر، احنا عندنا غيرها ثنتين يعني ثلاث سيائر وعندنا آلاف المؤلفة أو عقود حبايب المصريين ألوفات ألوفات. خلونا ناخذ فاصل وعقبه نكاسر ونفاصل، خلكم ويانا. هات المندوس يا ولد، 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 هات المندوس. يا بناتي هذا المندوس مندوسكم وما عاش اللي يسحب فلوسكم، يا قلبي يا نظر عيوني يا حبايبي قولوا امين. الله يحمي عيالنا ويحفظهم يا رب ويجعلهم في سعاده وفي خير ولا يخوفهم لا من وبا ولا غيره، ويجعل رمضان عليهم بهجه وصيام ودعاء وصلاه وقران ومطبخ وفريد وهريس والقيمات وبخور وعود وطيب وقايد صلاه وسياده ومصحف وأم تدعي وأبو يدعي وبركة وخير في كل بيوتنا العامرة إن شاء الله بالخير، قولوا آمين يا رب يا كريم. حياكم الله، وهذا رقمنا ظاهر لمستمعي إذاعة دبي أقولهم 600551413. لا نروم ندخل حد، لا يصير ولا يستوي ولا نرضى، هذا واحد. رقم اثنين الاتصال ما قبل البرنامج عبارة عن إهدار لوقتك الخاص، نحن ما عدنا ولا واحد يدخل التلفزيون هني الكنترول روم إلا قبل الهواء، فما في داعي تعبون عمالكم تتصلون من العصر. هذا واحد. رقم ثلاثة نحن ما نعرف شوف المناديس والله الشاهد علينا، وكل هدفنا من برنامج نربح الناس ونسعدهم ونبهجهم. رقم أربعة ترومون وتشاركون معانا بالفيديوهات وتربحون جوائز، ترشونا فيديوهاتكم الحلوة الجميلة وانتوا تتابعون وانتوا تغنون وانتوا في أجواء الشهر الفضيل على وسم أو هاشتاج برنامج المندوس على تويتر. ما شاء الله فيديوهات من كل مكان، يعني اليوم طرش لي واحد فيديو هو روسي ويدرس في جيا كوريا الجنوبية،
ويطرش لي على انستغرام وهو يغني مندوس 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 مندوس. قلت يا سبحان الله. ويطرش لي واحد من دولة ثانية بعد ما بعربية ويدق جيتار ويغني مندس مندوسك مندس مندوسك. قلت سبحان الله، المحبة ما تعرف حدود، الابتسامة والكلمة الطيبة والسعادة ما تعترف بالأماكن، تنتشر في كل مكان. خلونا ننشر الفرح والسرور والجوائز ونبدأ مع المكالمات ونشوف من يربح السيارة اليوم. ويا ولد هات المندوس، هات المندوس يا ولد، هات المندوس يا ولد، هات المندوس يا ولد، هات المندوس. عندي قبابة في الاستديو هاي ما تنصاد بخير، لكن أنا بجرب اليوم بفر عليها ميدار وبشوف هذا ينبر ولا ما ينبر. عطى يا ولد هات المندوس، عطى عطى هات المندوس، هات المندوس. إيه والله هات نمر 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 نمر. هات 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 استحناك. يلا روح يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس. يا حليلك يا زير. ألو هلا بهل الفجيرة، هلا طيبين وزينين وكرام الفجيرة الغالين. يا مرحبا يا سعيد، سلام عليك. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو عسكور، مساك الله بالخير. عبد الله مساك الله بالنور من الشام. عليك ان شاء الله وعلى كل المشاهدين. انت تشوفني يلا قولوا 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 مندس مندوسك، قولوا مندس مندوسك، قولوا مندس مندوسك، قولوا مندس مندوسك. يعلها فرحة دائمة يا رب، يعلى بيت عامر بالسعادة يا رب، يعلكم اليوم تفوزون يا رب. تشوفني في التلفزيون ولا ما تشوفني سعيد؟ أشوفك أشوفك يا أخوي. أنا ما أدري متزقرت اليوم ولا شكلي غلط، ما أعرف. شو رأيك أنت؟ لا أنت دوم طال عمرك، أنت دوم طال عمرك. أنا أتذكر يعني. أتذكر أول ما لبسونا غترة وعقال صف رابع في المدرسة. يلا أنت تسير مدرسة كيف تمشي؟ تخاف حد يزقرك. عبد الله نعم أخوي اليوم شيء غالي. يلا سؤالك يقول يا سعيد. تفضل. حديقة تقع في دبي تحتوي على 5 ملايين زهرة، هل هي حديقة مشرف ولا حديقة مسقيم ولا ذا ميركل جاردن؟ هات الجواب. حديقة شو مرة ثانية؟ ايها مشرف ام مسقيم ولا ذا ميركل جاردن؟ ذا ميركل جاردن. اي الثالثة هذه الثالثة هذه قولها قولها لو سمحت قولها. ايش اسمها هي ايش اسمها يا رجال؟ ايش عطاني بيه ذا ميركل جاردن؟ لا قولها سعيد. ذا ميركل جاردن. امريكان شو جاردن؟ جاردن حديقة. الله عليك الله عليك الله عليك. يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس. كفو قول يا رب تطلع لك سيارة يا أخوي. يا رب. الصف الأول ولا الصف الثاني يا سعيد؟ الصف الثاني. مندوس الأول الثاني الثالث الرابع ولا الخامس يا سعيد؟ الخامس يا أخوي. واحد اثنين ثلاث هذا الخامس. بسم الله أول الله يا أخوي. أنا عندي مشكلة، ما حد يطيع يفتح المناديس، يبون 4,000 و5,000. أباك تكون شجاع وقول لي افتح المندوس وما بيع. قول. شوف عندي سيارة، هاي السيارة قيمتها ما تقل عن 80-85 يمكن 90,000 قيمتها، أنا ما أدري بالضبط كم. أكثر 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 يقول لي أكثر. زين ما نبيع ما نبيع حنا سيارة. هذا واحد يقول لي أكثر عن 100، والله ما أعرف ما بتأكد أنا، بس سيارة فل أوبشن حبيبي. سيارة سيارة فل أوبشن، يلد وفتحه وش اقول لك، وشاشه سياره تسوى. ها شو رايك نفتح ولا نبيع 3000 درهم؟ لا لا ما بيع 4000 تبيع؟ يا رجال شو 4000؟ انت تقول 80 قيمتها هذه؟ لا اكثر عن 80. اكثر 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 اكثر. هوب هوب اسمع يقول لي اكثر اكثر. هي نعم هي نعم. شوف سيدي 4000 نفتح المندوس بسم الله. أخاف يطلع لك معقم ولا يطلع لك حلاوة ولا يطلع لك تشيز بفرك. أنا ما أدري. لا 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 ما بيع ما بيع.
انا بعد سامع ان واحد من المعدين بالبرنامج ساير سوق اليمعة عادي تحصل همبه خبر داخل يسوونها ترى ربعنا. ها 4000 بيع واحد 4000 درهم بيع اثنين 4000 درهم بيع وقف الكلام نفتح ولا انت بايع سعيد نفتح سعيد سعيد اخوي افتح المندوس لا ضيع وقت عندي بعد الصلاة وايدة ابى اطلع السيارة اليوم انا ها نفتح يلا زيد 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 شوي ما بزيد عمي ما بزيد عمي ما بزيد 4000 ولا ها واحد ترى بسكر عنك اخوي واحد اثنين مع السلامة يلا زين زين الاربعة الاربعة مبروك عليك 4000 درهم يلا 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 عن الوسواس الزايد يا سعيد عن الوسواس الزايد اخوي الغالي فتحنا مندوسك مندوسك كان فيه 5000 درهم وانت ربحت 4000 درهم مبروك عليك هي والله هي والله حد مطرش لي على الانستغرام قالوا مية حظ هالراس خيمه وايد قوي في البرنامج بس يتصل فيكم من راس الخيمه قلت والله العظيم ما ندري والله يا انه حظ ونصيب وهذا ابوي رزق رزق من الله سبحانه اتصال من راس الخيمه ابراهيم سلام عليك يا ابراهيم عليكم السلام ورحمه الله على اخوي عبد الله ايش حالك اخوي ابراهيم خير الله يسلمك كيفك الغالي ان شاء الله طيب الله يسلمك عافيك انت من وين من راس الخيمه ارجوك لا الخران من الخران اشوه مضبط الشمالي من الخران والله ونعم والله ونعم والله ونعم حالك مرحبا مرحبا براعي الخران مرحبا وسهلا حالي طال عمرك الله يسلمك خليك ايه ذكرتنا بايام الحمرانيه يوم نسير ونشل جذورنا ونكشط هناك ندورنا غافه يا سلام يا سلام على هيك الايام جاهز السؤال يا ابراهيم جاهز ان شاء الله وحيد ما حولك حد في انت في البيت ايش حقه موجودين جماعه ما اسمع صوتهم وين هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس كفو 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 ما حد يسحب فلوسك السؤال يقول بسم الله اول الله كم عدد الجزر التابعة لإمارة أبو ظبي 200 جزيرة ولا 100 جزيرة ولا 50 جزيرة 200 جزيرة ولا 100 جزيرة ولا 50 جزيرة تابعة للعاصمة الحبيبة أبو ظبي هات الجواب 200 200 الله عليك وانت صح يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات هات يلا شد حيلك ابراهيم اخويا ما باك وسواسي اباك مره هب ريح الصف الاول ولا الصف الثاني الصف الاول مندوس الاول الثاني الثالث الرابع ولا الخامس الثالث 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 بسم الله اول الله كم تبيع ما نبيع نفتح ان شاء الله السياره بيع ب 2000 درهم افتح المندوس ايه زين 3000 تبيع لا اخوي 4000 درهم كاش تبيع افتح المندوس 5000 درهم كاش تبيع افتح ان شاء الله السياره ان شاء الله السياره 6000 درهم كاش تبيع على المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك سيدي انا اللي علي سويته عرضت عليك 6000 درهم كاش تاخذ الكاش ولا تفتح المندوس وتجرب حظك زيد زيد بعد زيد انت من قوم زيد عيال زيد, زيد. لا 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 ابراهيم على السريع بتبيع ب 6000 ولا نفتح المندوس وقف الكلام الله يخليك واحد 6000 ولا المندوس اثنين توكل توكل بيع ابيع بيع بيع مبروك عليك 6000 درهم يا عرب الله يا جماعه ايه والله مندوس ايه والله زين بنشوف بنشوف سيارة شيء ولا سيارة في مندوس ثاني بسم الله يا إبراهيم يا إبراهيم إبراهيم شو سويت يا إبراهيم أبويا شال 6000 روح المندوس كان فيه 2000 درهم إبراهيم ربح 6000 درهم حظ ونصيب يا سلام عليك مكملين معاك مكملين
السيارة بعدها؟ السيارة بعدها في أي مندوس؟ الله أعلم، لكن السيارة بعدها موجودة ويانا. إخواني، بيوتنا كل فرد فيها غالي، مجتمعنا كل إنسان فيه عزيز، كبار المواطنين قدرهم فوق، أمهاتنا آبائنا قدرهم عالي، عيالنا في عيوننا وفي قلبنا، أهلنا وإخواننا. لكن عندنا أبطالنا، أبطالنا هذيلة هم بركة كل بيت، إذا الله سبحانه وتعالى بارك البيت بهم وشاف منهم الإحسان والخير، والله أنهم يتباركون. هذيلة بركة، والشيوخ حفظهم الله ورعاهم الله، من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وكل الشيوخ اهتموا بأصحاب الهمم اهتمام كبير. شو شعورنا نحن في برنامج بسيط مثل المندوس يوم يكلموننا ويطرشوننا عيالنا الأبطال وهم فرحانين وهم يغنون ويانا؟ نحن فرحتنا ما ظنتي فيه في الدنيا حد فرحان شراتنا بأنهم يتابعوننا ومستانسين ويانا. نبى نشكرهم ونبى نحييهم ونشوف فيديوهاتهم. مندوس ولدت، كان مندوس ولدت الحاج عبد الله اسماعيل. وعبد الله اسماعيل وايد يحبكم، بنتي آمنة ولدي محمد، الله يسعدكم ويحفظكم ويحميكم، ومشكورين انكم شاركتوا ويانا في برنامج المندوس ومنورين. نحييهم نحييهم نحييهم، وبشركم اللي شاركوا معانا على هاشتاج برنامج الاندرسكور المندوس، بعد بنعرض فيديوهاتهم بعد شوي، خلكم ويانا. ناخذ مكالمات ونكمل ونشوف الحظ ونشوف الحظ وين. أنا بخبركم الراس خيمة ماكلين الجو شكلهم، والله ان حظ ونصيب، والله حظ ونصيب. شيخه من راس الخيمه، ابوي اللي ما حصل خط يصير ابوي راس الخيمه يدور للتليفون يتصل منك ضار في شيء. مرحبا يا شيخه، السلام عليكم. هلا اخوي عبد الله، ايش حالك؟ الله يجمل حالك ويسعدك وييسر امرك. مرحبا يا شيخه، انت ايش حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. انت من وين في راس الخيمه يا شيخه؟ الجزيره الحمراء. والله ونعم، مرحبا 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 مرحبا، حي الله الجزيره، حي الله الطيبين، حي الله الايواد، حي الله الناس الطيبين. يا مرحبا، الله يحييك. تتابعوني في الجزيره ولا ما تتابعوني؟ هي من متابعينك احنا. هي بعد قصوركم ما تتابعوني، انا ولدكم، انا بعد اعزكم، انا بعد رابي عندكم، ايش قال ما تتابعوني بعد؟ بزعل عليكم اذا ما تابعتوني. محبوب عند الكل اخوي. يلا 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 يلا، يسموني اول يوم صغير انا عمرو دياب راس الخيمه. عودوني عودوني عليك. الزين اختي شيخه، راضيه عن برنامجنا؟ اكيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سؤالي يقول زين، ها، جزيره تقع، جزيره صناعيه تقع في دبي، يوجد لها فندق اتلانتس، وايد سهل، شو اسم الجزيره؟ نخله جميره، نخله جبل علي، ولا نخله ديره؟ هات الجواب. جميرة بعد ما يبان، نخلة جميرة ولا نخلة ديرة ولا نخلة جبل علي؟ هات الجواب. أتلانتس. أتلانتس. وين أتلانتس؟ الجواب الأول. هي الجواب الأول نخلة جميرة، هي هذا هو صح. يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس. دوم الحمد لله، دوم الحمد لله، بس انتي تتراقلين، خايفة اشوف الشيخة. لا لا بس عشان عندي عيالي هنا. لا 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 لا، ما بجي من راس الخيمة، ما بجي ما بجي، مو ما بجي، حد من راس الخيمة ابويا ياخذون حقهم، ياخذون حقهم بيديه. تسلم اخوي عبد الله. يلا سمعينا، سمعي صوت عيالك، سمعينا هم يغنون، وينهم؟ يا ولد هات المنار، وينهم؟ وهم سنتين. يا قلبي فديتهم، الله يحميهم. تبين الصف الاول ولا الصف الثاني شيخة؟ ها، وحده روضه والثاني بعد صغيرون. الله يخليهم. تبين الصف الاول ولا الصف الثاني؟ يقول مناديس الاول. مندوس الاول، الثاني، الثالث ولا الرابع؟ الاول. الاول، اول الله سبحانه وتعالى، بسم الله. انت جايه تبيعين ولا جايه تبين السياره؟ ابيع. جايه تبيعين عيال ابويا؟
3000 درهم وربي زيادة ما بزيد. نعم ايش قال بعد؟ يلا بايعين 3000؟ لا ما ببيع 3000. بيعي ب 4000. 4000 يلا يلا لا 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 لا, لا يلا لا عشان لا. السيارة تظهر ما ادري وين اي مندوس السيارة. 4000 بيعي شيخة. يلا زين يلا يلا 4000 يلا زين اقول يلا زين كنا مبعاي بنت يا يلا زين كنا يعني مال واحد بايع خلاص بايع بخسارة. زين بعد ما بزيد ايش حقه زيد 4000 حلوين زين الحمد لله الحمد بس لله بعد بس الحمد لله بس على الطماز زايد يا شيخة لا لا ولا حشا والله انا تبيت تستوين تبيت تستوين يعني مال عندك وايد بيزات عليك ولو 4000 راضي اخوي مبروك عليك 4000 درهم الحمد لله اي والله لحظه 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 انا ابى ظاهر السياره يا ابوي وانتم علقتوا على 4000 يا هي ان شاء الله المره الجايه الله شيخه يا شيخه يا شيخه شو سويتي يا شيخه قل لي شو حلاوة حلاوة بدعي بدعي عليك بعد دريت حلوة حلاوة بس يا حزين انت بس يا حزين حد قالك انا حياتي فهد هني يا يا هرم يزير اشهدوا يا هرم يزير الحمرة اشهدوا والله انا اشهد عليك ربعي الزعاب واحد واحد بقول بنت اليزيرة باعت لي حلاوة 4000 وين بتصيري مني انا وين بتصيري من حوبات مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك 4000 درهم ايه والله ايه والله ما عليك السيارة بعدها يلا تطلع اليوم نحن مكملين وبعد الفاصل بنكاثر والفاصل المشاهدين كملين معاكم في المندوس ويا رب تظهر السيارة اليوم وعدنا جوائز نقدية وعدنا كل خير واتصلونا حظ ونصيب ونحن وياكم وياكم لآخر الشهر إذا الله أعطانا الصحة والعافية والعمر مكملين وياكم وايدين طرشونا فيديوهات وبعد طرشوا أكثر وأكثر على هاشتاج أو وسم برنامج أندرسكور المندوس في التويتر طرشوا لنا فيديوهاتكم يومياتكم أغانيكم عيالكم مشاركاتكم أفكاركم الحلوة هذه ونحن بنفلتر وبنشوف إن شاء الله ونفرح بتفاعلكم من كل الدول ومن كل مكان وحب وكرامة وعلى عيننا وعلى راسنا وبعد بنربح ناس من اللي شاركون معانا بالفيديوهات وبيربحون كل فيديو ب2000 درهم بس خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف إذا ذهب وعلي أخوي محمد النجفي جاهز بنشوف معاكم هالدقيقة هذه ما بنطول نرجع للمكالمات ونشوف شو طرشون الناس من فيديوهات حلوة وجميلة على هاشتاج برنامج المندوس
المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس مندوس لا يكسبون فلوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس مندوس مندوس لا يسحب فلوس المندوس يا ولد هات المندوس هذا المندوس مندوس لا يسحبون فلوس هذا المندوس مندوس لا يسحبون فلوس الله يخليكم يا حبايبي نحب نحبكم أكثر وأكثر ولا حد يزعل اللي ما حطينا الفيديو بننزل كل الفيديوهات في حلقاتنا الجاية إن شاء الله في برنامج المندوس طرشونا بعد أكثر وأكثر وخلونا نرد وياكم أعزائي للمناديس يمكن حد يفوز بالسيارة أو ياخذ الكاش حظ ونصيب وهذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك ياسر من عمان أرحبوا 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 وين 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 الكمد وين الكمد السلام عليكم لحظه شوي وعليكم السلام ورحمه الله ترحيب خاص لاهل عمان لحظه شويه خربان شويه خربان خربان حليان الكمد حليان سلام عليك يا ياسر غالي سلام ورحمه الله حياك كيف الحال اخوي طيب مرحبا من وين في عمان ياسر والله من ولايه شناص والله ونعم بهالشناص والله ونعم بهالعمان ونعم بالسلطنة وأهل السلطنة قول آمين. آمين آمين الله يحفظ الله يحفظ سلطنة عمان بلاد الخير ويحفظ بلاد آمين السلطان آمين هيثم آمين ويحفظ شعب عمان أهلنا وبني عمنا وإخواننا ويا رب تربح آمين ويانا آمين يا رب تربح ويانا وترضى إن شاء الله يا رب جاهز ياسر آمين, آمين إن شاء الله أخوي عبد جاهزين جاهزين بسم الله يلا السؤال يقول أكمل ما يلي عليكم سلام الله عليكم سلام الله يا أهل الكرم والجود والجود أيوة. يا عيال عبد الله يا سلام يا سلام لا عندك 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 مم خالي مم خالي مم خالي مم خالي أطول نهر في العالم يا ياسر دجلة النيل ولا نهر الأمازون هات الجواب نهر الأمازون يا سلام عليك والجواب صحيح يا ولد هات المندوس 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 ما حد حولك ياسر وحيد والله اليوم وحيد اليوم بس وحيد حليلك والله ودي أحط لك موسيقى حزينة بس ما لي خلق والله خلنا نفرح شوية يلا أبوي ياسر شد الحيل نعم. الصف الأول ولا الصف الثاني بنقول بسم الله الصف الثاني مندوس الأول الثاني الثالث ولا الرابع الثالث الثالث اي نعم بسم الله أول الله توكلنا على الله كم نبيع يا الغالي والله بنقول مندوس كلهم قالوا مندوس عقب باعوا 3000 ريال دنيا علمتني دنيا الزمن الزمن علمني وايد بيع بألفين درهم بيع لا المندوس بما اني اول مرة ان شاء الله اشترف اقول المندوس انا ادري لو قلت لك 4000 بتبيع وعيني على السيارة ترى ادري لو قلت لك 4000 بتبيع انت لا 4000 درهم كاش بيع المندوس عيني بعينك يا ياسر عيني بعينك عيني بعينك يلا تشوفني يلا عشان ناخذ عشان ناخذ اتصال ثاني تبيع ب 5000 ولا نفتح المندوس وقف الكلام 5000 ولا المندوس واحد 5000 ولا المندوس اثنين خمس المندوس يا رب 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 السيارة السيارة باقية بس انت ربحت 6000 درهم مبروك عليك 6000 درهم الله يبارك فيك اخوي تستاهل تستاهل نصيب نصيب تستاهل تستاهل احلام من الشارقة السلام عليك يا احلام احلام وعليكم السلام ورحمه الله شو الاخبار يا احلام والله الحمد لله الحمد لله بلاش تعبانه يا احلام لا الحمد لله طيبين وين العيال يا احلام هلا وين
يلا غنوا غنوا يا ولد هات المندوس قولوا يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد كفو الله يسعدكم يا رب دائما اخواننا الله يبارك فيك تحياتنا ومحبتنا لاخواننا العرب المقيمين عندنا في بلادنا اهلا وسهلا بين اهلكم واخوانكم ونحن وانتم واحد الله يسلمكم يلا ان شاء الله يكون لك حظ ونصيب السؤال يقول في اي اماره يوجد الجسر العائم في الامارات سهل جدا هات الجواب جسر العايم دبي الله عليك صح يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس صح يا حلال صح الله يلا بسم الله منو هاي يقول خوفنا هذا ولدك زين الصف الاول ولا الصف الثاني يا احلام الصف الاول مندوس الاول الثاني ولا الثالث يا احلام نشوف الثالث ان شاء الله بسم الله اول الله توكلنا على الله المندوس الثاني يا احلام من الشارجه كم تبيعين لا ابغى المندوس بيعي ب2000 المندوس 4000 درهم بيعي احلام 4000 درهم كاش بيعي المندوس 5000 درهم كاش بيعي والله ان شاء الله هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك 6000 درهم كاش بيعي المندوس السياره والله ما اعرف قبل شو طلع حلاوه طلع بفك وطلع كل شيء يطلع انت نصيبك والله والله ما اعرف المندوس وين والله ما اعرف السياره وين تبيعين 6000 كاش مضمون المندوس 6000 ولا يطلع لك معقم يا اختي احلام 6000 توكلنا على الله 7000 درهم بيعي السياره بيعي 7000 درهم بيعي المندوس 7000 درهم بيعي ها المندوس بإذن الله خلاص كيف كيف بيعي 7000 لا حول ولا قوة 7000 كاش يلا عشان الوقت خلص نفتح المندوس ولا 7000 آخر كلام افتح المندوس 7050 تبيعين قول بسم الله بسم الله بسم الله 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 يا أحلام الله أحلام 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 أيوة منو عند ليسن منو عند ليسن شو ما سمعناك مين عنده رخصة سواقة عندكم في البيت مين راح يسوق السيارة كل البيت أيوة مبروك خلكم في البيت لا تتحركون 3000 درهم في المندوس ما في متى بتروحين السيارة؟ متى بتروحين السيارة؟ السيارة باجية والخير وايد والجوائز باجية ونحن وياكم وباكر أول الله يمكن يطلع راعي الحظ والنصيب اللي طلع السيارة من المناديس أتمنى لكم الصحة والسعادة وشاركونا على هاشتاج برنامج أندرسكور المندوس وتابعونا على القصور واتصلوا بنا باكر وكونوا دائما في سعادة وسحور العافية وتقبل طاعتكم وفي أمان الله يا الغاليين ما الله يا ولد هات المندوس 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 هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك Mendoza.